لو كل واحد سأل نفسه أنا معادي ابني ليه؟ معادي أبويا ليه؟ مقاطع أختي ليه؟ مقاطع أخويا ليه؟ إيه السبب إن أنا ظلمت فلان دوت؟ أنا قطعت عيش الناس دي ليه؟ كل واحد يسأل نفسه هنعيش قد إيه؟ طب بص بص للي قبليك ماتوا وسابوها، سابوها زي ما هي بأطيانها بعماراتها بفلوسها سابوها. هو أنت لما هتموت الدنيا هتقف؟ هو أنت لما تموت العربية بتاعتك محدش هيركبها؟ هو أنت لما تموت السرير اللي أنت بتنام عليه محدش هينام عليه تاني غيرك؟ ما خلاص ابنك هيركب عربيتك وبنتك هتركب السرير بتاعك وده هينام في اوضتك زي ما هي والامور الدنيا هتمشي، مش هتقف لما انت تموت. فلوسك اللي انت عمال تحوش فيها وتكنس فيها دي هياخدها ابنك ويضيعها كلها، انت ما استفدتش منها بشيء. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تفعلون. الدنيا حلوة قوي ومخضرة كده وحاجة زي بالظبط كده النبات الأخضر كل ما تبص فيه كده تستمتع بيه، وربنا بيقول لك خد النبات الأخضر الحلو ده شوف هتعمل فيه إيه. أديك أنت نزلت الدنيا نظيف لا وزر ولا ذنب ولا أي حاجة خالص، يا ترى هتسيب الدنيا زي ما انت نظيف ولا هتتعك في الدنيا؟ ولذلك ربنا بيقول لك الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من البحر كمان أنزلناه من السماء. الدنيا دي عبارة عن ايه؟ زي مجموعة نزلت البحر، المجموعة دي جماعة نزلوا البحر يجوا فيه خير كتير جدا، قعدوا يلموا 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 في الخير دوه لموا كتير خالص، حبوا يطلعوا للشط بره مش قادرين، لا راضيين يسيبوا اللي لموه ولا راضيين ولا قادرين يطلعوا على الشط بره عشان ينجوا من الموت. فضلوا يلموا تاني وعاوزين يطلع، طب هتطلعوا فين؟ سيبوا اللي معاكم عشان تطلع، اقول لك مش هنسيبه ومبوطين فيه. فضلوا ماسكين فيه وما قدروش يطلعوا لما غرقوا وماتوا جوا الميه. مجموعه تاني لمت كتير جدا من الخير اللي في الميه وعاوزه تطلع، قالت طب نسيب شويه عشان حتى نتنفس حتى نطلع راسنا لفوق كده من الميه ننجو هنموت. فضوا شويه من اللي معاهم وندموا عليهم، دماغهم طلعت بره الميه تفس، يا دوبك شموا شويه هوا ندموا على اللي سابوه وعاوزين ينزلوا تاني يجيبوه. المجموعه الثالثه قالت احنا هناخد كتير نعمل بويه، الاولانيين غرقوا والتانيين مش عارفين يطلعوا منها، اهم جواها نصهم فوق البحر ونصهم تحت البحر مش عارفين يطلعوا من البحر خالص، طب ما احنا ناخد حاجه قليله يا دوبك تقضينا بس كده اول حد ما نطلع من الميه، وبره الميه لنا رب تاني. دول يا دوبك خدوا حاجه قضتهم بس وسابوا الخير زي ما هو وسابوا الدنيا زي ما هي لحد ما طلعوا على الشط ونجوا من الغرق. اهي الدنيا كده ما فيش واحد بيدخل فيها الا ما بيبتل. خد على جديك، خد على جدك بس. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة. سبحان الله العظيم، تعس عبد الدينار اللي بيعبد الذهب وبيعبد الفضة وبيعبد المال، تعس عبد الخميصة والقطيفة الثياب المزخرفة والثياب المربعة والمفروشات التي تفرش تحته وفوقه. هؤلاء كتبت عليهم التعاسة والغضب من الله جل وعلا، لأنهم أحبوا السيارات وأحبوا الأراضي وأحبوا العمارات وأحبوا الدنيا وزخرفها وأحبوا المناصب وأحبوا الأموال وأحبوا النساء، أحبوا كل شيء ولم يلتفتوا إلى الله ولا إلى الآخرة. هؤلاء أصابتهم اللعنة لأنهم جمعوا للفانية وتركوا الباقية.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هؤلاء قد أصابتهم الخيبة، لأنهم عبدوا الأشياء دي، أخلصوا الجمع المال، همه كله يجمع فلوس، همه كله يبقى عنده 5-6 عربيات، همه كله يبقى عنده 10 عمارات، كل همه إن يوصل لفوق لفوق لفوق، وبمجرد ما يوصل للنهاية يقع يموت مش هيلاقي خلاص. يبقى دول ليه كل همه يجمع، لكن قعد مع ربنا على سجادة الصلاة وقرأ قرآن وعبد ربنا وصلى ركعتين لله، أبدا مش فاضي، كل همه يجمع بس يجيبه خلاص. أهم حاجة عنده ده أنا بنيت العمارة في المكان الفلاني، ده أنا عايز أعمل برج تاني، ده أنا عايز أعمل كمان برج في المكان التالت، ده خلاص انهمك في الدنيا خلاص. فتح العيادة بتاعته الدكتور وقعد فيها لا صلاة ولا بتاع ولا هو صلاته جوه العيادة وكل حاجة جوه العيادة بتاعته، لا جامع بيروح ولا ولا ولا، حتى اليوم الأجازة بياخدوا الأجازة بتاعته بيطلع يروح المكان الملهيات وما عرفش ايه، اتلهى خلاص في الطب بتاعه وفي الناس اللي عايز فلوس، منهر فلوس، المرضى كل يوم بيزيدوا، الفيزيتا كل يوم بترفع، بدل النهاردة جاله 50 مريض بكرة يجيله 100، بعد 150 واحجز الأسبوع اللي قدام والشهرين اللي قدام والست أشهر اللي قدام، واحجز ضمن عمره، وبدل ما كان بيكشف ب200 بقت ب600 و400 و700 وما اعرفش ايه، والإعادة كمان بقت بفلوس. مفيش رحمة، مفيش رحمة عندهم خالص إلا من رحم ربي، الكشف بفلوس والإعادة بفلوس، وجربنا نكلمهم بالفلوس ما اعرفش، سبحان الله الدنيا واخداه لهته، وفي الآخر هيسيب كل دوه ومش مستمتع بيه، هيستمتع بيه منين وهو ليل ونهار جوه عيادته وليل ونهار جوه الهندسه بتاعته وجوه عمارات وليل ونهار فكره كله في هيستمتع بيه منين؟ لو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى ثالثا ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان عنده واديين، الوادي ده المنحنى اللي بين الجبلين المكان الضيق اللي بيمشي فيه الميه ده، او لو واديين مليانين بالفلوس يقول لك انا عاوز واحد تالت. طب انت خلصت دول، ما انت ما خلصش الفلوس اللي عندك كلها، طيب يقول لك لا ده انا عاوز كمان وادي تالت وعاوز رابع وعايز خامس. ولن يملأ جوف ابن آدم أو عين ابن آدم أو فم ابن آدم غير لما يموت وتراب القبر يدخل جوا حنكه، ولن يملأ فاه أو جوفه إلا تراب القبر. في لحظة هيسيب كل الفلوس دي ويموت والتراب بس اللي هيملى حنكك، بس ما فيش حاجة ملياك، ما فيش حاجة سد عينك، هتفضل تتكلم وفي الآخر التراب بتاع القبر بس هو اللي هينفع معك. سبحان الله، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، انك تعيش انت ولادك كده مستورين، ان مرتبك اللي يجي في اخر الشهر بيقضيك انت ولادك وتعيشوا ببركة ربنا، انك تقعد تبص لمراتك ولادك وتستمتعوا ببعضيكم، انك تقعد على الطبلية كده هو تاكل شوية فول على شوية جبنة على لقمة كده هو على شقة بطيخ على كمتراية على عنباية، والعيل يقوم مبسوط وزي الفل وعشرة على عشرة، انك تقعد انت ومراتك كده في البيت في رضا في حب في مودة، ان العيال يحبوا بعض، ان ابنك يحترمك ويحترم امه، ان ابنك يحب على ايدك وعلى ايد امه، ان البنت تطلع مطيعة ليك، انك لما تجيب للواد جزمة باقل الاثمان يقول لك ده رضا يا ابويا الحمد لله، لما ابنك يلبس الهدوم بتاعة الرجل الغني يقول لك ده فلان اتصدق علينا بجلابية النهاردة يقول لك الحمد لله يا ابويا ده رضا. ادي البركة. الغنى مش كتر فلوس ولا كتر عمارات ولا كتر شقق ولا تكييفات ولا ثلاجات ولا لحم ولا، الغنى ان النفس بتاعتك تبقى راضية، ان بيتك تبقى راضية راضى عن بعضين. لما ربنا ضرب المثل بأوهن البيوت لبيت العنكبوت، أوهن البيوت ليه؟ أوهن البيوت بيت العنكبوت ليه؟
لأن الذكر والأنثى بيعيشوا مع بعض مع الأولاد. بعد ما الذكر بيخص بالأنثى، الأنثى اللي هي الست دي بتقتل جوزها. بعد الست ما تقتل جوزها، ده العنكبوت، أنثى العنكبوت تقتل ذكر العنكبوت، يجي العيال بعد كده يقتلوا أمهم. ولذلك تلاقي بيت خربان، أوهن البيوت بيت العنكبوت، الأنثى تقتل جوزها والعيال يقتلوا ولادهم والبيت يبقى خربان والبيت يضيع خلاص. مش أوهن البيوت بيت العنكبوت، أمسك الهلوس كده ولا البتاع أعمله كده بإيده يبقى كده الخيط بتاعه سهل، لا، ده أوهن البيوت. يعني أقرب بيت بيخرب هو البيت بتاع العنكبوت. فالدنيا دي مش عاوزين البيوت بتاعتنا تبقى كده، مش عاوزين البيت يبقى فيه حريقة ونار. لما تقعد مع أولادك بالقليل أفضل ما تقعدش معاهم ويبقى عندك أموال قارون.